يا اسكندريه. رحم الله اللي هنا. ايه ده؟ استنى عندك تهون. في ايه يا فلاني؟ تسريح. ده انا حاسب ابو عبد الله. هو يعني؟ الله الله، احنا كل سنه هنا. ما تقول لهم يا سيساوي. احنا تبع المتعهد عرب. عن اذنك بقى طريق وست. ممنوع، دي مسؤوليه علينا. لا مؤاخذه، هو فين وعارف؟ انده له بس. مش موجود. طب ندخل لحد ما يجي. التصريح. الله. لا غين انا، بيطلعوه منين التصريح ده؟ من المحافظه يا شاطر. من المحافظه؟ اه. وحياتك يا زومل، البسكليت ما دار ما اوصل لحد المحافظه. من عناية يا برنسيسه. تسلم يا باشا. استني بس يا بهية. استنى ايه يا اما؟ نقطع عرق ونسيح دم وبدل لبط ده. يا بهية، الحاجات دي من اختصاصي انا. ارتاح انت يابا، كفايه عليك تعب الصف. فعلا الفنان لازم يرتاح. اه. هنا يا متوحشه. أي. انا عايز افهم بقى. ايوه. عشان امتى واحده تدوخوا الناس السبع دخان؟ الاذاعه مش منبهه عليكم تبطلوا الروتين ده اللي هيجيب اجلنا؟ هو ايه؟ كيف؟ افيونه؟ ايوه، بص لي كده بالنظاره وارسم لي صوره. البيه ضيف هنا. كلمين انا. طلباتي. تصريح لا طلع ولا نزل، عشان ننصب الخيمه بتاعتنا في الملاهي. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. ايوه، بس ده كان لازم يتقدم من شهرين. احضرنا يا سيدنا الافندي، من شهرين كنا شغالين في السويس. شله يا سيدي الغريب. مشوار جامد على الانسه. واذا الروتين افيونا نبطله المره دي علشان خاطرك. خد الانسه وابعت معاها ساعي شاهي للتصريح. تشكر يا بيه، كتر خيرك يا بيه. اتفضلي. اهو كده المسؤولين ولا بلاش؟ ابو شرفونا. وتجيبوا الاولاد كمان، هينبسطوا قوي. كنا بنقول ايه؟ والله ما انا فاكر. ما تتهربش. انا كنت بقول لك عيب انك تالف كل سنه كتاب واحد بس، مع انك موهوب والناس بتتلهف على انتاجك. يا سيدي، الواحد بيعمل اللي في طاقته وخلاص. وكمان لازم يبقى مقتنع بالحاجة قبل ما يطلعها للناس. وكمان لازم كل كتاب يظهر لك تهدي منه نسخة لمكتبتنا. إن شاء الله. بس كده؟ مالك؟ مش فاهم يا أخي. بتدور على إيه؟ النضارة. أهي. أخ، متشكر. يا بختك يا أشرف، ملك. ملك منظمه سيده. لولا البواخر ليها مواعيد كنت مسكت فيك تتغدى معانا. وانا راجع ان شاء الله. ده حتى يبقى فيه سمان. انت مفيش مره تصيف في اسكندريه؟ ماما واختك داليا ما بيستحملوش بعدك. انا مش رايح اصيف. اوروبا بالنسبه لي مؤتمر ثقافي كبير. مهرجانات مسرح، مهرجانات سينما، معارض، اوبرات، لقاءات حتى على القهاوي مع مثقفين من كل العالم. سارتر، صامويل بيكيت، يونسكو. والرئيس متقال كمان بيكون هناك. حرامي! امسكوه!
ولد استنى هنا اهو. ليه تسرقه؟ مش عيب؟ اخر مره سعدت البيت والله ما كنا من امبارح. خده بس ما تسرقوش تاني، بدل ما تسرقهم شوف لكم صنعة. معلش يا بيه معلش، ما يقعش الا الشاطر. فل الفل سليم الحمد لله. ميرسي. عن اذنك بقى. على فين؟ لا مؤاخذة أهلي واقفين في الشمس. تشكر يا بيه. ألا إيه؟ أنت اسمك إيه؟ بهية. البرنسيسة بحالها تعفر ايديها وانا بصحتي، ده انا لا كنت ولا كانت الدنيا ده يا جدعان. لا اكاد يا شاوي، انت لما بتبقى فايق بتبقى ببقى ايه يا برنسيسة؟ بتبقى بني ادم. شد يا ريس من عندك شوية. توب علينا يا رب. جامد يا شيخ. ده ست المتعهد عرب بتاعك اصطفلي فيه. كنت غطسان فين لحد دلوقتي؟ عاجبك كده نحشي المحشي في الشارع زي الغجر؟ عاجبك البرنسيسه بجلاله قدراها تدور تتلطم على المكاتب؟ انما كسرت عظمك كنت بدور لكم على سكن. السكن السنه دي ازمه ما يعلم بيها الا ربنا. ولقيت المال ولا هنفضل كده زي الكشافه؟ لقيت مطرحين برحين في شقه كبيره محترمه. وفيها مطرح مخصوص ليا؟ طبعا، وانا يهمني اللي راحتكم. نجارة مزعجة بتبيع حلبة محوجة. كان لي نجارة مزعجة بتبيع حلبة محوجة، هوايتها أخبار البيوت. فلان ما جاش وفلان إجا. بصراحة كنت ما أحبهاش، تعدي جنبي كنت ما أحييهاش. بصراحة كنت ما أحبهاش، تعدي جنبي كنت أبدا ما أحييهاش. تندهلي وأنا آخر طناش، اسمعها بتقول للجيران متشنجة. البت بهية دي براوية، هي البراوية، هي بهية البراوية. انا بهية البراوية اي نعم، ما بقولش لا خليك مكاني يا محترم. مش برضو احسن نقتصر بدل ما نضرب بالقلم رقص يا فلاني. Right.
الراجل شنبات مفرمه شباك وهيبه ومعلمه راجل شنبات مفرمه شيبه وهيبه ومعلمه ويا عيني بيعاكس البنات شوف الهيافه المؤلمه جاي اسمال عليه يزب اللي في عينيه قلت له بقول لك ايه انت هتخيلني ليه قال جاي اسمال عليه يزب اللي في عينيه قلت له بقول لك ايه انت هتخيلني ليه وديته درس بمئة جنيه سمعته بيقول للي جنبه بهضمه البت بهجتي براوية هي البراوية هي بهي البراوية أنا بهي البراوية أي نعم مبقولش لا خليك مكاني يا محترم مش برضو أحسن نقتصر بدل ما نضرب بالقلم رقص يا بلادي بقوم غناء فريرة سكنهم في حي هار ناس من حارتنا بقوم غناء فريرة سكنهم في حي هار وليلاتي في البارتي كبار وصغار ويقولوا تشاو ويقولوا باي وانا لا اعرف اتقصع زيهم ولا جاري تعوي جد ضبهم طب انا لا اعرف اتقصع زيهم ولا جاري تعوي جد ضبهم ولا دمي يهضم جوهم ولا روح لهم تقوم عيلتنا تقول يا باي البت بهي دي بالروية هي البراوية هي بهي البراوية ايوه بهي البراوية اي نعم انشراح ايه المحفظة محفظة ايه؟ محفظة وديه تعالي هاتي المحفظة رايحة فين؟ اطلعي بيها يا وليه ايه وليه؟ احنا شايفينك ضربوني علينا اخرجي اخرجي يعني لو كانوا ضربوك ثلاثة عمك يا ودتها فين؟ فين؟ ايه يا ايه محفظة محفظة وانت رجعت الحكايه دي تاني؟ انا ما خدتش حاجه الله ما انا واقفه معاك وهو يعني هوديها فين؟ الله في الامانات يا بنت عبي يا بنت يا بنت عبي بتاعت مين دي؟ بتاعت الفندق الحلوه اللي قاعد في ابو سبع سير هو انتوا ما عندكوش حاجه اسمها العيب؟ ضيف جاي لنا ينبسط نقشطه وننكد عليه؟ وانت مالك انت؟ هو انت ما ترتاحيش الا البنت كل ليله والتانيه في الكراكون؟ يا شباب اسمي حق مفيش حاجه في السرقه اسمها حق ثلاثة بالله العظيم تاني مرة تحصل أنا اللي حوديكم في الحديد فاهمة يلا يا نداشة أوام كده زهقت مننا ونبيلة أنت قاعد لو كل البروجرام ليك يا بهية ما زهقش أبدا كنت هايلة بريزانس خفة ظل حاجة كده مش عارف هي إيه
حاجة وحشة ولا حلوة؟ حلوة، حلوة جدا. ايه ده؟ حد يسيب فلوسه تقع منه كده وهو مش دريان؟ انا مش عارف وقعت ازاي، اصلي كنت مندمج معاكي قوي. ان شاء الله اكون مندمج مع السفيرة عزيزة، فتح عينك تاكل ملبن. انت حضرتك اسمك ايه؟ اسمي اشرف، اشرف بركات. ربنا يزيدك بركة. مش كفاية اللي عملته معايا الصبح؟ لزومه ايه تدفع 20 جنيه؟ ده تعبير عن اعجابي. هنا ما بيدفعوش اكتر من بريزة لما يضربهم الدم. اصل انا معجب بيكي اكتر منه. بيتك يا عرب وبيت ما جايبك. الحوض يا اختي ما فيهوش الا حل. ما هم برضه عاملين حسابهم. ودي عيشه اهدي على قد فلوسنا. ما انت كان معاكي من شويه محفظه فيها شقلك فلوس، كان ممكن تسكننا في حته. هاي يا حبيبي هاي. ما تهزريش في الحاجات دي يا نوسه، كله الا السرقه دي اكبر نداله. وما تجيش الا في اشرف بيه. عيني يا عيني، وعرفت اسمه كمان؟ راجل شهر ساعدني الصبح في المحافظة و... ويعني اتلعنة. تعالي هنا، انت ايه حكايتك؟ وكنت واقفة بتتسير تتسيري معاها اخر امرازها. امرازة ايه؟ ده راجل متربي وذوق، كان بيقولي اني معجب بالدور اللي قلته. على نوسة. طب دعنيه كانت كلها سكس. انت خدتي بالك؟ ايه يا نوسة؟ يا لسه زعلانة؟ يا اخويا بكرة الصبح تقوم ناسية؟ لولاش انا متأكدة ان انا جبتها من بطني كنت قلت عليها بنت حرام. ده احنا الاولاد حرام. علي النعمة دي خسارة فينا كلنا. انا بقى اللي هقوم اصالحها. خش يا نوسة. انت ايه اللي دخلك هنا؟ خبطت على الباب وانت قلت لي خش. انا قلت خشي يا نوسه. انت نوسه وانت شنبك مال وشك. احلاقه عشان خاطري. كل سنه وانت طيبه. اهدى ازازه ريحه هديه عيد ميلادك. هو النهارده؟ شفت بقى انا بس اللي فاكره. على العموم تشكر. دي حاجه كده بتعبر عن شعوري. كتر خيرك يا سيدي وتصبح على خير، ومن فضلك اوضتي دي محدش يعتبها. احب انا الحياه ده والخيشه ده، بس مش على طول. بعد الجواز مش هيبقى في بينا وبين بعض اي كسوف. جواز؟ انا بحبك يا بهيه، والود ودي اخليك برنسيسه بحق وحقيقي. هو انت تبلبق وتنفتل وبعدين تيجي ترمي بالك عليا؟ معاش اللي يعكر مزاجك ده من عشمي. اصل انت النهارده كبرت في نظري لما رجعت المحفظه لصاحبها. حسيت ان انا ناقص وانت كامله. شفت ازاي؟ الجواز يا شوقي دم يوافق دم. ما تزعلش مني، وربنا باذن الله هيرزقك ببنت الحلال. وغلاوتك انا لفيت سوق الحريم كله ما لقيت بنت حلال غيري بالاذن. بالاذن يا اخويا.
صفوت. كنت فين؟ جيت ما لقيتكش. تعرف لولاش انا بشتغل عندك كنت عملت ايه؟ كنت ضربتك علقة. طب اضرب وخلصني يلا. يا جبان، ثلاث مديرين عموم يا مفترش بيلفوا عليك اسكندرية حتة حتة، ما خلوش خرم ابرة. وليه ده كله؟ عشان يرجعوا لك جواز السفر. السفر؟ اخ وكمان نسيت انك مسافر، وان فيه لوح طويل عريض ملطوع لك طول النهار في المينا. يا خبر يا صفوت، انا اسف، اسف حقيقي، بس لو عرفت السبب هتعذرني. خير؟ بنت. بنت؟ هي البنت، مثال البنت دي طالع منها يهاب والانثى. مش معقول. مش معقول ليه؟ عشان انت طول عمرك البنات حواليك زي الرز، وانت ماشي في طريقك المرسوم لا تنحرف يمنى ولا يسرى. وهي دي اي بنت؟ يا سلام، ودي بقى شكلها ايه؟ اهي. ودي تعرفت عليها في المحافظه؟ فعلا، ايش عرفك؟ وبعدين رحت وراها الملاهي واتفرجت عليها وهي في المسرح. أما أنتي ضحكتك اللي عليا الحمدوبة يا حبيبي يا بابا، كتابه في تبت مهبة نسجيلك ونجن صبابا. ضحكتك اللي عليا الحمدوبة يا حبيبي يا بابا، كتابه في تبت مهبة نسجيلك ونجن صبابا. لو انا بتمشى كتابة وافكر فيها يتشجع قلبي ولا يهمه جن ولا ديابة، بس انت تكون راضي عليا ما في اصلا سرية عطل بيا واسلك في طابور الجنة.
الجمعية والأوتوبيس فاضي. بابا يا بابا يا أكتر واحد صاحبي في الدنيا دي، كل صاحبي وبطل سياد في الوالد وأدوز الأيادي. وكلامك يا حياة أدوتني من يقبل عنه يحوّني. يلي أنت مزاجك تسعدني لك حبي وأقوالي. أما أنتي طول عمري هفتكرك وانت راجع من شغلك وانا بهتف لك بابا جه بابا جه واجري وقابلك. طول عمري هفتكرك وانت راجع من شغلك وانا بهتف لك بابا جه بابا جه واجري وقابلك. وقتها ترمي هموم العالم على اول كرسي وتبان قدامي بحقيقتك وبخفه صوتك انسان مليان رقه وحكمه فايت في حياتي كمان نسمه تديني انا اللقمه الطعمه وتتعشى انت زماني. بابا يا بابا يا اكتر واحد صاحبي في الدنيا دي، صاحبي وبرده زياد الوالد وابوس الايادي. للدرجه دي لك طلع الشريط من الريكورد احسن لك. اسمع الاوامر. اوامر؟ اوامر مين؟ هيخش لي بسين وجيم. اوامر الاداره ممنوع منها نبدل التسجيل على الجهاز. طلع بقى الشريط. هو خير يا جماعه حصل ايه؟ لفند عامل لي فونت وبيسجل على الريكورد. طب هيسجل مالك انت؟ مال يعني ايه حقي؟ بس بقى بلا ابو البلطجه ورمي جدت الا مؤاخذه يا اشرف. ايه مفيش حاجة يا متصل بيا، ما تشغليش نفسك. كل واحد في مكانه، يلا احنا هنقضي الليلة كده ولا ايه؟ صوتك ده ما اسمعوش خالص. البرجرام الشوقي، البرجرام حقي. أهلا بوقتك يا أشرف بيه أصلي أستاذ شوقي يطالب بحق الأداء العلني اللي هو اللي ملحن هذه المقطوعة. فهمت بقى يا فرد أنا بتكلم على إيه؟ القانون في الصف. هو القانون ما قالش حاجة صريحة في النقطة دي. وعلى أي حال لسه في كلام في جمعية المؤلفين والملحنين في باريس. بعد إذنك يا أشرف بيه أنا اللي أعرف أتكلم معاهم بلغتهم. بالعافية يا الشريط ده مش للبيع، أنا من مؤاخذة العبارة فيها خلف ظن. أنت هتاخدني بتوكة، أنا عايز حقي أوي أوي أوي. كام؟ عايز كام؟ يا بيع عيب، حط فلوسك في جيبك. ما عطلكش يا أخي. اديني حقي. شوقي سيبه يا شوقي. ايه شكتها يا اخي شوقي؟ شوقي انت ما تعصريش نفسك في الحكايه دي يا اخي. شوقي شكتها طب دوري. لا الشياكة تمام. اسم الكريم ايه؟ صفوت. عشت الاسامي. احنا مش عايزين اللي حصل ده يخليكم ما تجيبناش تاني. مش معقول دول حتى بيقولوا ولا ايه يا صفوت؟ مش عارف علشان الازهار الكويسة بيحصل ايه في الشعليق؟ شعليق؟ قصدي ستك لاجل الورد يتسقل عليك. هي دي. الله يخليك. المطرح مطرحكم واحنا كل ليله نهو البروجرام جديد. واحنا كل ليله هنلاقي رجلنا جايبانا لحد هنا. تسلم رجليكم. وعلى راي المثل ولا ايه يا استاذ صفوت؟ مطرح الواحد يعجبه رجليه يعمل دبدوب. دبدوب؟ قصدك الرجل تدب مطرح ما تحب. هي ده هي. لما حاجي المره الجايه هعمل لك مفاجأة هايلة. مرسي لك يا جنتل. عن إذنك.
شوقي لا الفنان لازم يهدي خلقه. فرقك والهبشه دي تفكرنا استعنى اشتغل فيها لولاش معشملني بالبرنسيسه وعاملين لي البحر طحينه دلوقتي خلاص. ادوني حقك. حاضر حاضر هنديلك حقك وفوقي بوسان. بس صحتك هدي نفسك. ايوه ايوه اخويا نايمني زي ما فضلتوا منيمني وفي الاخر تبقوا على بركورده. يا رجال يا جبلات ابعد. طب خد يا سفله يا جعانين يا وحوش رايحه فين؟ يا لهوي اوعي كده يا لهوي السفر ده وانت زي الشهر. بره ولو راجل تعتب هنا تاني ولو رحمه اخويا اقطعك حتت. يلا اخرج يا شوقي. يلا يا شوقي. شوقي ده ملوش عيش معانا بعد كده. احنا ساكنين على الغلب ده ليه؟ فين ابويا؟ انا اهو. هو خرج؟ اطلع ما تخافش. طيب انتوا مستحملينه ليه؟ ماسك لكم زله. شوقي ده برضه في توه الفرقه ودراعه حايش عنا بلاوي كتيره. لولاه يا اختي كانوا بلطجيه الموالد بهدلونا. بهدلونا؟ والله انت عليكي كلام. ودي مش بهدله ومرمطه اللي احنا فيها؟ دي امتى هنفضل تحت رحمه اللي يسوى واللي ما يسواش؟ 100 مره قلت لكم نفضها سيره ونشوف شغله تانيه. وانا 100 مره قلت لك على مبدئي في الحياه. الفنان لا يمكن ابدا ابدا يغير كاره. الفنان مرحله. فن ايه؟ بلا قله قيمه. على بطنها تنور، على رجلها تنور. كلكم معايا على الاسم. ايه؟ بمناسبة ايه؟ انتوا مين؟ بوليس الاداب. ايه؟ اداب؟ معاك اذن من يابا؟ معانا كل حاجة، بس يلا قدام. ما تحطش ايدك عليها. امشي يا بيه. يا بيه احنا ناس محلنا، مالناش دعوة بحاجة. لا 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 انا احتاج الفنان حاجة تانية خالص غير اللي انتوا فاكرينه. الفنان مرحلة. لقيت عبد الشافي. ساعتين عشان تيجي تضمني. سوري يا ماجي يا حبيبتي، الإشارات عطلتني. كوسة ناس ليهم اللي يضمنهم وناس تترمي بالأشهر ما يبان لهمش أصحاب. ما تقوم تكلمي سي اشرف في التليفون يجي ينتعنا من هنا. اكلمه ليه؟ هو من بقيه عيلتنا؟ يا بنتي ده يتمنى يخدمك. كلميه. مش هكلم حد. خلاص ابوك يكلمه اهو معاه النمر. اسمعوا لو اشرف ده جه هنا ورحمه اخويا لدلق على روحي جاز وولع في نفسي. ده ايه يا حاجه وردلاوي؟ اشرف صباح بسيوني عنيزة حسنين محمد. يلا انكشف. انا ما اضمنش هيحصل لك ايه بعد ما تسيبينا وتمشي. اكتر من كده هيحصل ايه؟ الله شرفي. مسألة الشرف دي ما انتوا صهينتوا عليها قبل كده وانا لسه عيلة ومش مالكة دافع عن نفسي. ما قلنا لك كان جبل وشوم وبنادق وموت ازرق ومن يوم عطل الصعيد ده ما عدناش نهوب ناحيته خالص. الصعيد زي بحري زي اسكندرية زي اي حتة. المحترم محترم والهفية هفية. ايه انت بتكبري علينا؟ دي كرهانة يا اخواتي كرهانة. يا لهوي انا كرهاكم يا ولية. انت ده الدرس لما بيتقلع بالبكي. ايش حال بقى بني ادم لما بينخلع من ابوه وامه؟
انا كارهه الفقر والاهانه والمذله اللي انا فيها. الفقر في كل الدنيا، واللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. اي حته اشتغل فيها مهما كانت احسن من اللي انا فيه. على الاقل كرامتي هتبقى محفوظه، لا حد يقرصني ولا حد يجي. ده بس بيتهيألي. صعبان عليا وحشتك، بس انت بنت جدعه وما تخافش عليك. ما تعيطيش يا لوزه، اشوف وشك بخير. مع السلامه. ربنا معك. ما كانش العشاء ما بقايه. طب قولي السلام عليكم. اشوف وشك بخير. وهيجيني منين الخير بعد ما تسيبيني؟ انا اللي سبت الدنيا كلها عشانك ومشيتها معاكم من بحريها لبليها. كفايه يا شوقي، انت راجل. فراق صعب يا بقايه. كل منهم الجبانات دول انا عارفهم، هطلع ربيهم واقومهم هما الاتنين لندم. ما تعملش في نفسك كده يا شوقي. انت خساره فيهم يا بهية، وفي انا كمان. انا فائد وافقد اللي حواليا. ما تقولش كده يا شوقي، دي الحاجات المضره اللي بتاخدها هي اللي بتخليك وحش، انما لو بطلتها هتبقى كويس، عشان انت في الحقيقه كويس، مش كده يا شوقي؟ الا 22 دقيقة لسه بدري على السفارة عواطف. تيجي نشرب شاي؟ نشرب شاي. يلا احنا كمان نشرب شاي. يلا. بنتي يا بهاي، قللت عمرك ما بتغني معانا ليه؟ نعم، من يوم ما جيت الكف عمرك ما غنيتي معانا. وايه يعني الغنى ده؟ اكل ولا شرب؟ عجايب، مش نظيرة هتتجوز الخميس الجاي؟ مش نهيط لها حبة؟ بس انا يعني ايه مالك؟ بصراحة ما بحبش الغنى. يو يبقى ما حدش هيجاملك لما تتجوزي. اطمني مش هتجوز. يا لهوي. يلا يا اختي على الشغل لنترفد، وبدل ما نغني نعدد على خباتنا. قومي قومي. طيب يا فندم. اقلع التنكر وديها البوكس حالا. حاضر. ليه؟ انا عملت ايه؟
بعدين هتعرفي. يلا. انا ما عملتش حاجه. اركبي. ليه ده كله؟ يلا. اوعى سيبني كده. يلا. اوعى بقولك ايه ده؟ يلا. اوعى. تلاقيها نشلت حاجه، ما شفتش ايديها خفيفه في الشغل ازاي؟ ولا الاداء؟ ما هي لونه وحلوه. لا ده عندها عزه نفس، تلاقيها هربانه من بيت الطاعه. اهلا بهيه. اتفضلي. اتفضلي يا انسه، اقعدي استريحي. اتفضلي. كده هتخليني ملبوخ في تلحين غنوتك الجديده وتختفي. عدم المؤاخذه، ممكن تفسر؟ ما هي دي المفاجاه اللي قلتلك عليها. فاكره يوم ما سجلتلك كنت عاوز اعرف مساحه صوتك عشان الحنلك غنوه. امال ايه؟ ولحنتها مفاجاه مش كده؟ تعرفي انها مفاجاه بالنسبه لي انا كمان، اكتشفت اني بلحن كويس. الغنوه انكريدبل، تجنن. مش قادر اصبر لحد ما اسمعها لك. قلت ايه؟ ساعة ونص يا مفتري وانا جاية اتمخمط في البوكس واقول يا ترى هل ترى سجن ولا اعدام، واخر الميتان ما تقول لي لحن. لحن ايه ده يا اخي؟ لحنوا عليك ساعة وسكتوا. انا لولا في مطرح حكومة وقدام البيه الحكم دار كنت بهية. ابوس ايدك يا سعادة البيه، انا مش حملك. يا حضرة المأمور، انتوا عايزيني في حاجة غير دي؟ ابدا ابدا لا سمح الله. يبقى ترجعوني مطرح ما جبتوني. اوي اوي اوي، احنا كنا عايزين نخدم الفن والثقافة وكنا فاكرينك هتنبسطي. فندم وصل انسه كفر الدوار، ما وثقش عليها، دي من طرف اشرف بيه. حاضر يا فندم. كتر خيرك يا بيه. العفو. استني سيادتك انا لما اجيب العربيه من الجراج. عجيبه. اضحكي عليا، ضحكيني بقى. همي يبكي وهمي يضحك. بقى كل ده عشان غنوه؟ هي ايه؟ الطشت قال لي. طب انا اسف. اتفضلي اوصلك بدل المخمضه في البوكس. والله يبقى كويس، اجي معاك احسن برضه. يبقى ميرسي لك. أنا اللي مخليني خجلان من نفسي إني جيت أفرحك زعلتك. حصل خير يا بيه، ما تكبرهاش. يعني خلاص؟ اطمن. طيب يا ريت علشان أقدر أسامح نفسي أنا كمان تطلبي مني أي حاجة وأنا أجيبها لك. كتر خيرك، أنا مش ناقصني حاجة، أنا الحمد لله خالص. هو البيه بيشتغل ايه لا مؤاخذة؟ يعني زي ما تقولي ايه؟ كاتب. في انهي مصلحة؟ انا غلطت؟ ابدا ابدا، انا يا ستي كاتب في مصلحة الفكر والفلسفة. ودي قطاع عام؟ بتسألي ليه؟ عشان نفسي اشتغل بعقد في اي مصنع قطاع عام. بس كده؟ ده منى عيني. بسيطة، طريق زراعي مليان مصانع قطاع عام، وانا عندي معارف في كل حتة. انما قوليلي، انت معاكي شهادة دراسية؟ لا يا بيه، بس اعرف اقرا واكتب. اتعلمت سنتين في السبع بنات لما ابويا وامي كانوا برا. برا فين؟ في السجن. فين؟ الناس اللي طاف دول دخلوا السجن. مش عشان هم وحشين ولا مجرمين،
لكن على العموم السجن ده تجربة مثيرة، والواحد ممكن يستفيد منها جدا. بونجور يا حاج. هي البنية لها مطرح تبات فيه. البركة فيك انت يا حاج، تدبرها بمعرفتك بقى. من عينيا الاثنين. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلي. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا يا اهلا يا اهلا. اوضة النوم بحري على الاخر. تعال بقى يا ستة موريك المنافع، احسن نظام. وادي الحمام بكنيفة فرنج محتضر. وادي المطبخ بالباتوجاز. كل ده باتنين جنيه في الشهر؟ دي شقة مفروشة. مش مفروشة، ده به والحاج دبروها وجابوا الحاجة على التريسيكس. وادي المفتاح اهو، وان عوزت اي شيء انا قاعد في الكشك على راس المشايه. بس تقولي يا بدوي كل طنطه تعرفني. متشكر يا بدوي. الله يحفظك، الف مبروك. الله يبارك فيك. اللي انت عملته ده اشرف بيه؟ يعني اشغلك في بلد ما تعرفيهاش واسيبك تنامي على البلاط؟ بس ده كتير كتير قوي. مش اكتر من السعاده اللي اديتها لي. انا انت من حلال مصفي، عمري ما قابلت حد في حياتي وكان حنين عليا بالشكل ده. مش عارفه اقول لك ايه، اصلها اول مره تحصل لي. دي حاجه بسيطه علشان تبقي تفتكريني بيها. هو البني ادم ايه الا ذكرى؟ يعني مش هشوفك تاني؟ مش عارف، ما اقدرش احكم. الا اذا ايه؟ لسه عنواني معاكي. اذا عوزت تشوفيني كلميني في التليفون، وفي غمضه عين تلاقيني قدامك. كنت سلمتها الشغل وسلام عليكم. عليكم السلام. انما تفرش لها شقه مره واحده؟ البنت تتجنن. دي مش حملك، ارحم اعصابها. الفقراء برضه لهم اعصاب. اسمع، انت مش من حقك تتكلم في الموضوع ده، لان عمرك ما حبيت. انت بنفسك قايل لي كده، تنكر؟ ما انت زي عمرك ما حبيت. بس انا بقى يوم ما هحب. ايه؟ هيحصل ايه يعني؟ يمكن اموت من الفرح. بس لو انقذوني هيبقى حب بصحيح مش نزوة. ماما ماما اسمع اسمع، انا مش هنا. طيب الحمد
كده على السلامه. هات الورد ده. ده ايه يا عبد؟ انت لسه هنا؟ تعال ورايا. انت مش هتبطل شقاوه بقى يا اشرف. وانا اقول انا طالع عبقري لمين؟ لا لا انا زعلانه منك، ولا تبوسني ولا تكلمني. ما كلمتكيش لكن ما بوسكيش لا يمكن. ما هو مش معقول يا حبيبي الطريقه اللي انت عايش بيها دي. طول الوقت ما حدش يعرف انت فين. طب بلاش انا واخده. الناس اللي بيتصلوا بيك وزاره الخارجيه. وزاره الخارجيه؟ لا هو صفوت مالكش؟ لا اصله كان بيديني داخليه. انا قلت اسيب الخبر المفرح ده للهان. خير يا ماما؟ في فرحين. ايه الحكايه؟ مرشحينك لاعلى منصب. منصب؟ انا ابقى منصب؟ وليه لا؟ انت طول عمر اجدادك في اعلى المناصب. ايه رايك في وظيفه ملحق ثقافي في سفارتنا في باريس؟ جنب اللوف والكوميدي فرانسيز والاوبرا والمكتبه الوطنيه والكتب النادره يا ماما والمخطوطات، وطبعا هيبقى لي امتيازات خاصه بصفه الدبلوماسيه. اتصل بعرفان بيه وحدد معاه ميعاد لاشرف. حاضر يا يعني. عرفان بيه هو اللي رشحك. ده مش جوز سميحة هانم؟ مبروك عليك يا سعادة الملحق الثقافي. أشرف بيه؟ أنت هنا؟ أنت بقيت هنا ولا إيه؟ طب ما طلعتش خبطت ليه؟ ده كلام يا عيب الشوم. صباح الخير. صباح الفل. أنا كنت جاي من مصر على اسكندرية، و اتفضلي أوصلك. قلت بدل ما تقف في الرسم، حاول تشوف هي عاملة إيه. أنا بخير طول ما أنت بخير. مع السلامة. مع السلامة.
سنية تعالي 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 يا سمسم. خدي بالك اعطى المرجح. وبعدين بقى يا سنية انت وسي حسن بتاعك. الله أو يا اختي. العفو أو يا اختي. سنتين سنتين مكتوب كتابنا. بيتنا فيها ابويا وامي وست ام ابويا واخواتي سبع، منهم واحده متطلعه وقاعده معانا بعيالها، وبيتهم الاب والام الحمد لله ميتين بس له خال عانس قاعده معاه، واخواته 12 نمشي في الشارع يقولوا لنا سيب النعجه يا خروف. مرة خطف مني بوسة فتحوا له حاجبه بمط، وحتى هنا زي ما انت شايفة ما تدخلوا. مستنيين ايه؟ ازمة مساكن مش لاقيين شقة. انت مش عايشة في البلد دي ولا ايه؟ انا مش شايفة هنا ازمة ولا حاجة. امبارح خدت شقة باتنين جنيه. ولقيتيها فين دي؟ في البخ؟ لا ابدا، هي بحر البلد عند واحد كده بدوي. بدوي السمسار؟ انت تعرفيه؟ وفرجني على الشقة دي وطلب مني 200 جنيه خلاوة. لا انا ادهالي من غير ما يطلب ولا حاجة. يبقى قبض من حد تاني. قصدك ايه؟ البيت ابو عربيه ست مطار. البيت يا اختي مادام غاويكي بالشكل ده ما يرحمك من الشقه اللي انت فيه ده، ويستتك وتبقي بس عشان مزاج اديله. مزاجات مزاجات. لولا هنا محل اكل عيش انا كنت علمتكم الادب. واحنا بنقول ايه؟ مزاجات 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 مزا 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 جال. اديله مساء الخير يا اشرف بيه. مساء الخير. انا اصلي كنت راجع من اسكندريه لمصر فقلت اشوفك. لو سمحتي هاتي المفتاح. تفضلي. اتفضل حضرتك، انت صاحب بيت. مالك يا بهيج؟ مش عارفه اقول لك ايه. ايه اللي مزعلك؟ اصلهم يا اشرف بيه لما شافوك الصبح موصلهم تفكيرهم راح لحاجه وحشه، وطول النهار يتقوزوا عليا وانا فتلهم عشان مش عايزه اعمل مشاكل. انما انا في حالي ربنا مجروحه وكاتمه في قلبي. اما السفر صحيح وليه على اساليهم وانا ربيهم؟ لا هم عندهم حق، اصلها منظرها كده مش طبيعي. واحد زيك وواحدة زيي، ايه اللي يربطهم غير الشيطان؟ يربطهم الحب؟ ايوه بحبك، بحبك يا بهية. يا اشرف بيه، انا بنت غلبانة ومش قد المقام، ما تغرقنيش في جماهير ما اقدرش اردها، اعمل معروف. يعني ما تقدريش تحبيني؟ ان كان على الحب ربنا وحده اللي يعلم. وانا مش برضه صح اعرف؟ انت عارف كل حاجه من زمان. يعني بتحبيني قد ما بحبك؟ لا مش قد ما بتحبني.
أقل. بحبك أكتر، أكتر بكتير. يا سلام يا مريا، دي أجمل لحظة في حياتي. تأكدي إننا هنعيش أسعد حبيبين. مرضى هلكيش ليه؟ اني عشيتك. مين قال كده؟ تصرفاتك من امبارح، فرش وخلو ترتيبات يعني كده برضو. اهو دلوقتي انت اللي جرحتيني. انا ما قصدتش. يا بهية، انا لما جيت هنا قرب الفجر ونمت على بابك قعدت افكر طول الليل، لقيت نفسي ما اقدرش اعيش من غيرك. فاذا كنت انت كمان ما تقدريش تعيشي من غيري يبقى نتجوز. ايوه، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. بعيش سير، بعيش سير، وكل حاجه على عربية. بعيش سير، ميت واخد ميت، ست هانم، احنا شباب ضرب المغانم. نقدر نقولك، نقدر نقلك، بس انت قولي عايزه مين؟ عايزه ثانيه. ثانيه مين؟ مرات حسن. وحسن ده مين؟ معرفش، بس جدع ايمه، طويل وحلو التبسيمه، وعيونه فيهم تسهيمه، تحكي على حب الحزين. مالك بارسان زملاتك؟ ثانية. ايوه يا روحي طلباتي. ولا حاجة، انا جاية اودعك، 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 اودعك. ليه يا بهية؟ انا وحبيبي هنتجوز، والحظ ما بقاش هيفوز، بلطفة على قلبي اتحوز، وخلاص انا وهو مسافرين. قلبي العربية يا قلبي العربية، عقبال ما تلبسي ابيض ابيض. مبروك عليكي وعليكي، خدي ده وشفرايبي عليكي. مفتاح، تعالي لي يما. سبت لكم الشقه النونو، وعليكم بقى انتم النونو. سبت لكم الشقه النونو، وعليكم بقى انتم. حصل ايه؟ خبر ايه؟ سبت لكم الشقه النونو، وعليكم بقى انتم. فرغيت الحدوته. قول لنا يلا كمان حدوته. لا فزوره. طب فزوره. محدش منكم يتشعبط على العربيه. لا والمصر ان شاء الله ما بعينيا. بس انت قول الفزوره. حذر فزر، حمص اخضر، بلع الضفدع، بقى بيقرقر، يطلع ايه؟ يطلع ايه؟ يطلع ايه؟ قول الحمار. الفن. باين. طيب. وانتم يا بنات، وانتم يا صبوات، ميت حلاوة عالشهامة والكرم.
هنية وحسن. مع السلامة يا وش الخير، مع السلامة يا صاحبي بيفكر في الليل، مع السلامة مع السلامة. هي فين؟ ايه؟ ازيك يا دادا؟ الحمد لله على سلامتك يا بيه. الهانم جوه في الصالون مع خالك شوكة بيه. لوحده ولا كلهم معاه؟ هيتعشوا هنا. يلا بقى ايه؟ على فين؟ تعالي بس. طيب مش تديني فكرة الأول قبل ما تدخلني دوبة واحدة كده؟ على ايه يا شيف؟ على عيلتي الجديدة. اسمحوا لي اقدم لكم بهية. خطت اقبال هانم والدتي. يا ست هانم انتي صاحبة فضل عليا وعلى الدنيا كلها عشان هديتينا بالاستاذ اشرف. انا لما شفته وعرفت طبعه قلت لازم والدته ست طيبة زي حضرتك. طنشويكار مرات خير. فرصة سعيدة يا ست هانم. شيرين بنت خالي. بسم الله ما شاء الله. شوكت بيه خالي. والنبي ما انت قايم خليك. حصلت البركة. الله يبارك فيك. عقيد بحري طاهر نظام الدين جوز بنت خالي. أعظم ناس وعد الله. ازيك يا أستاذ صفوت؟ عال. وأنتِ لازم داليا ها؟ وده بيمبو. سلم على بهية يا بيمبو. يا جمال عليك. اسم الله عليك. أشرف يا حبيبي دورت عليك الصبح ما لقيتكش حتى نمت في سريرك. استنيتك طول النهار. مش معقول كده. أنا اتأخرت لأني كنت بجيب الدبل. قلبي كان حاسس إن حفلة الخطوبة هتتم الليلة دي. الليلة دي؟ وليه لأ؟ ما دام الأسرة كلها تقريبا مجتمعة يبقى مستنيين إيه؟ على كده ماما مش اللي يبسطني يبسطك.
لما مات المرحوم كل العيلة قالت لي ما تزعليش، انت عندك راجل. ليه تخيب املنا فيك يا اشرف؟ وانا عملت ايه؟ انا كنت صادق مع قلبي ومع نفسي. يعني ما لقيتش الا دي. انا حاسس ان سعادتي هتكون مع بهية. وانا ما فكرتش فيها، ما فكرتش في اختك. مين اللي هيرضى بيها بعد ما جبت لنا المصيبه دي في البيت؟ خلاص اسكن انا وهي في شقه ونسيب البيت. انت تسيبك منها خالص. انت هتحبيها قوي، انا متاكد من كده. مش هحبها، لكن انت سيب البيت ومن حقك تجيب فيه اللي انت عايزه. ماما مش هي دي الحقيقه؟ الحقيقه اني اخيرا لقيت الانسانه اللي كنت بدور عليها طول عمري، والمفروض ان حضرتك اول واحده تفهميني. انا فاهمك اكتر ما انت فاهم نفسك. انت ما بتحبهاش، انت شطان فيها زي العيل الصغير ما يشبط في لعبه. انت ناسي لما رحت زمان مع جدك السبب وشبطت في الحصان الشامبيون وحكمت رايك تاخده؟ جدك اشتراهولك، لعبت بيه يومين وزهقت منه، فضل يرمح في الجنينه لغايه ما كان هياكل البانسيه كله، ولما وديناه العزبه ما زعلتش ولا حتى خدت بالك انه راح. انت رايح فين؟ الضيوف لوحدهم. صوت ايه يا عثمان؟ عمال الفرح امتى ان شاء الله؟ ان كان عليا انا عايزه لليلتي. لا لا لا، ده ابني الوحيد ولازم اخد وقت كفايه عشان احضر له باللي يليق بمقامي. ربنا يخليكي لينا يا ست الكل. مظبوط يا طنط، عشان العروسه تلحق توضى بنفسها. البركه فيك انت يا مدام شيرين، تنقلي الحاجات اللي على ذوقك. طب ما نبتدي بفستان الفرح، هنعمله عند مين؟ مطرح مدام شيرين عملت فستانها. مدام لولا يا باي، هي كويسه كويسه بس ما عندهاش ظبط وربط في المواعيد. خدت مقاسات المدام وانا نقيب قديم، استلمنا الفستان وانا رائد. يبقى مشاها حلو على ثيابك. ما قلتلناش يا بهية، انت درستي فين؟ بهية درست موسيقى. انا فاكره اني شفتك قبل كده. فين؟ في افتر ايت، في ديفيليه في الميريديان. بهية عمرها ما راحت الحتت دي لانها من عيله محافظه. انما انا مبسوط ان المركب فاتتك عشان تبقى معانا في اول اغسطس. في ايه في اول اغسطس؟ عيد ميلاد انكل شوكت يا حبيبتي. انكل شوكت هيعمل عيد ميلاد؟ اصل يا بنت هتم 50 سنه. نص قرن. عز الشباب وعاد الله. ميرسي. Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Rien, absolument rien. Ne te moque pas de nous, je t'ai vu mettre du sel dans ta soupe. Je t'ai vu aussi. Oh, c'est peu. Pourtant, t'es belle. Elle ne peut pas manger ce qu'elle veut. Asha, fais quelque chose pour cette histoire de maman. Tu es le plus grand, prends tes responsabilités. Maman chérie, fais-moi plaisir. Un peu de sel. Ne va pas me dire. De quoi souvenez-vous, tante Belle? Tension, artériosclérose, rhumatisme. Rhumatisme, ça, ربنا ما يوريه لحد. كان ماسك في رقب خالتي، كانت متجوزه معلم كبير وربنا عطيه، كانوا يوماتي على الله ياكلوا لحم، لا قطع ولا ممنوع. الروماتيزم ده لا مؤاخذة ما يجيش غير من اكل اللحمه كل يوم. امال يعني الحكومه عملته 3 ايام في الجمعه ليه؟ لعله. Thank you.
لو سمحت كلكم بره. ما تتلموش كده. وسيادتك كمان. حاضر. ترى اشرف بيه فين؟ في المطبع، مع انه عارف اني بين بعيان. امنع الكلام، سكوت، بلا الصوت لو سمحت. الدكتور مش عارف يشتغل. سبحان الله، زال الخطر. رجع اللي بطنه، كان في بطنه عظم فراخ. انا مش قلت يا هانم ان كلب الكنيش ممنوع من السكريات ولا الدهنيات ولا عظم السمك ولا عظم الفراخ؟ مين اللي اداله عظمة فرخة؟ مين؟ 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 المرة دي جت سليمة يا هاني، إنما مش كل مرة تسلم الجرح. متشكرين أوي يا دكتور. أمال إن ما كانش الكلب ياكل العظم، يبقى مين اللي ياكله؟ أمي. أما صحيح اللي معاه قرش مخير ويجيبه حمام ويطيره. بقي يا هانم المسألة بسيطة واعتبريها منتهية. هانم، صدق بالله يا مؤمن، أنا كان ليا أخ الله يرحمه بقى، كان بيلبس غوريلا ويضحك الناس. في ليلة عمل نمرته وقلع في ملقف هوا، كانت جتته سخنة وريقه ناشف. شرب كوباية مية وهديك على اللي حصل له بعد كده، حمى. فتشنا بعضينا ما لقيناش غير 30 ساب. واديني عقلك بقى، فين الدكتور اللي هياخد المبلغ ده ونخده؟ هنجيب الدواء منين؟ والاسعاف؟ قالت ما بشيلش ميتين. اه ده بقى اللي راح في شربة ميه. خلاص الايام دي راحت، انسيها يا بهية، ما تخليهاش تعكر حبك انت واشرف. وبلاش مرارة، انت دلوقتي بقيتي واحدة تانية خالص. اسمها ايه؟ مش بهية برضه؟ بهية هانم بركات. اهو ده اللي مش ممكن ابدا على رأي ام كلثوم. لا ممكن على رأي ام صفوت. ممكن ازاي بس؟ اتعلمي. صعب عليا، صعب، ما اقدرش. لازم تقدري ولو بالغصب. خدي نفسك بشدة، محدش بيفلح الا اذا اخد نفسه بالشده. راقبيهم واعملي زي ما بيعملوا، اتكلمي زي ما بيتكلموا، فكري زي ما بيفكروا. لازم تكوني زيهم في كل حاجه، ولو الموضه عندهم انهم يخزقوا عين، خزقي انت اتنين. يا بهية انت نبيها ومش ناقصك حاجه صدقيني. خلي اشوف يا منظرات عينهم مني، ما اقدرش احبك يا جدي كسوف غير لما قبلك تعلمني. علمني 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 علمني. اعلمك ايه يا بهية يا زهرة برية؟ عمر الزهور ما حد علمها فن الالوان، دي لوحدها هي سحرانة بجمالها الفتان. السحر يبطل مفعوله بالوقت زي ما بيقولوا، والشمس تشوي كلام الليل وكله يرجع لأصوله. علمني علشان لما يزول الحلم ما ترجعش تقول
علمني علشان لما يزول الحلم ما ترجعش تقول انا حب دية مش معقول. لكن لو اتعلم شتان انت فاهمني؟ طب علمني حبيبي. انت يا فيلسوف يغنضرك عينهم مني، مقدرش احبك يا دي الكسوف الا لما قبلك علمني. علمني 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 علمني. وعلى الرفوف دي رصيتو، علمني كل اللي قريتو وعلى الرفوف دي رصيتو. لا مؤاخذة سور بيني وبينك، لو عرفوا أبقى نهيتو أبقى عبر بقيت وياك أشرفك قدام زملاك وعيش معاك في جمال دنياك وقلبي يبني هناك بيته. انت فهمني؟ طب علمني حبيبي. انت يا فيلسوف يا بنضارك عينهم مني، مقدرش احبك يا دي الكسوف الا لما قبلك علمني. علمني 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 علمني. يا سلام يا سلام يا سلام محلى العالم، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام محلى العالم. البق بغن سمع الكلام فقت الرجوم من آخر تمام. يا سلام يا سلام يا سلام لم يا سلام يا سلام يا سلام محلى العالم يا سلام يا سلام لم يا سلام يا سلام يا سلام محلى العالم يا سلام. البق بغن سمع الكلام فقت الرجوم من آخر تمام. في الامتحان المرء يكرم او يهان، وزهرتي البريه اللي اسمها بهيه نجحت خدت امتياز وادي الشهاده اهليه. فيلسوف يا منظرة عينهم مني، أنا بحبك من غير كسوف وتعيش كمان وتعلمني. علمني 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 علمني. برنسيسة برنسيسة برنسيسة. شفتوا صرت يا جدعان؟ عليا نعمة قد تعمل وزن يا عيني. ده في الحلاوة خالص يا عيني.
موهوبة، أنا اللي اكتشفتها ودخلتها الفن وعلمتها. والله شاطرة يا برنسيسة، أنا كنت عارف. أصل أنا أول ما شفتها قلت البنت دي في وشها السعد وهتوصل. وصلتها إيه؟ إيه في المجلة وزمانها بتغني في الراديو. وريني بقى دي خلقة تعرف واحدة برنسيسة. ورينا يا سيدي أما نشوف السبرسيسة دي. بتقول سبرسيسة؟ آه سبرسيسة. ابقى مستغنى عن عمرك، انت خطبت عديم النظر. الله الله الله، ايه ده؟ ما تعرفش تقرا؟ دي اتخطبت وبالاماره اسمها بهاي. وقد خطبها اشرف بركات بعد قصه حب خطيف عين. يلا يلا تعال نقعد. يا ميت ندابة على اللي حب ولا طلت يا رجاله. قالوا لها تعرفي شوقي؟ قالت ما شفتوش، ما كلمتوش، ما عبرتوش، ما بشربوش. وانت انا المسمار. مش بقولك يا نينا مخ ناشف جدا؟ انت مخك وسخ جدا يا متهور. تتجوز بنت السلطان؟ بحبها يا ام، ما بنامش الليل. وما دام الحب صادق مين يقدر يقف قدامه؟ اما نعم. يا اما نعم. هتخطبها لي انت؟ لما تاخد الهديه. يبقى مش هاخدها ابدا. اياك ولعت ولعت النار يا خلص. سيب قفايا هديلك علبة بلمان. انا هطلع روحك في ايدي اللي نادي. يا دوتا معك فاعلك ستارة رأتوها سعدت فيها ببنان. الى الالعاب البهلوانية الريك والماضي سلاية اللي يا تميز يا بنت، وطلعت على كتفك وأجواتك وأفكارك. ومطلع صورتها في الثقافة. انت كنت بتحبها لما كانت منينة وعليلة، لكن هي دلوقتي شفتها شوفة تانية. الله وزر مني تعيش فيها كده يا استشاب. روحي انسحبت روحي من جسدي خلاص. بعد الشر عليك يا استشاب، ومصيرك برضو تحب يا مكتر النسوان دي ولا نكفت سيدنا الحسين. يا عيني يا سلام يا عيني يا سلام. السجادة عاملة زي غيط البرسيم. اللهم لا حسد، الفنان لازم يعم. اللهم لا حسد. ماما وبابا. أهلاً. يختم شغلة تتهني. اسم الله يا روح اسم الله. حشوة في عين اللي ما يصلى على النبي. وحشتوني قوي. زي نوسة وشوقي وعرب وكلكم. كله تمام. خير بيسلموا عليكي. يا اختي الصربعة دي على ايه؟ مين ده؟ لا انا عندي الاصرفه. انتوا تتغدوا معانا النهارده؟ لا ملوش لزوم يا بنتي. احنا جايين نطمن عليكي بس. ده احنا سايبين الفرقه لوحدها كده برضو يا بنتي. لا حس ولا خبر، نسمع عن جوازك في الجرانين زينا زي الاغراب. ودي تيجي برضو ياما اتجوز وانتم مش موجودين؟ مش معقول. دي خطوبة بس. شايفهولك في المنام والنبي يا حبيبي. على كل حال يا بنتي ألف ألف مبروك. ربنا واحد اللي يعلم. أنا كنت مشغول عليكم قد إيه، لكن أنا كنت ناوي أزوركم. لما أنتوا بقى غلبتوني لما سبقتوني. معلش يا بنتي معلش. أمال فين سعادة البيس يا أشرف؟ أهو
اللهم صل على جمال النبي يا ارض احتضن عليكي. يا سلام يا ابن الاصول، لك وحشه غريبه قوي. مبسوط من بهيه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يا سبحان الله يا سبحان الله، لايين على بعض بشكل. ايه اخبار المسرح؟ لا سر عدو ولا حبيب. المسرح في خطر يا اشرف بيه من ساعه بهيه ما سابت الفرقه. بناكل طقه واتنين لقه. وبعدين الفنان لازم يستحمل، الفنان شمعه تحترق. على العموم انا تحت امركم. مش قلت لك يا انشراح ان الاصول هيفهمها لوحده؟ انا اللي معايا دلوقتي 500 جنيه. يا سيدي ده انت كلها فلوس. حلوين قوي. ما تديهمش فلوس يا اشرف بيه، ياخدك من غير مهر. انت يا بنتي ايه؟ مالكيش اه مهر ايه؟ هو انتوا هتجهزوني؟ هتجيبوا لي الشوارع على العربيات؟ لا 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 لا، انا اتهمت ببيتك يا اشرف بيه. بهي بتعلي صوتها عليا. بلاش مهر. خليك معايا. لما نادي كوره ياخد لعيب من نادي تاني، ياخدوا كده جهجهوني؟ لا، في اصول لازم يدفع تعويض، يتمنه ويدفع تمنه. متسربع على ايه انت راخر؟ طب يلا بينا يا انشراح. على كل حال يا اشرف بيه، مساله جوده يعني، مش حكايه بيع وشراء. وانت كلك نظر بقى. ليه يا ام؟ ليه تعملوا فيا كده؟ يا بنت اتنصاحي، ده انا جايه لك من اسكندريه لحد هنا علشان تملي لي الشنطه شوكولاته. يا بنت سيب الفلوس، سيب الفلوس. مفيش فلوس عشان نرجع. ابعد انت والا هتخسرني. يا بنت هو انت ما ولا وراكي ولا قدامك ولا منك، ايه بس الفلوس؟ هكذا كده الفلوس قطعت. ما تزعلش نفسك، ما جراش اي حاجه ابدا ابدا. ادام النمر سليمه خلاص. انت زعلانه ليه؟ مالكش دعوه بيا، مالكش دعوه بيا. ما تعذبيش نفسك، مفيش حاجه تستاهل. وانت هتقول ايه غير كده؟ شارب ميه متلجه ومش دريان بالنار اللي جواه. طب افتحي نتفاهم. روح لكتبك واسطواناتك وحل عن ابداني. الله لا يسيئك. انا هفضل جنب الباب كده لحد ما تفتحي. بهي انت عارفه اني ما اقدرش اتحمل بعدك عني. ما كنتش اتخيل ابدا ان ده ممكن يحصل. بهي ما كنتش اتخيل ابدا ان يبقى في حاجز بيني وبينك. وحاجز واحد يا اشرف. بهي المشاكل المركونه من غير حل بتدمر الحب. ياما مشاكل حتى بينا ولازم نحلها في ساعتها. يا اشرف بيه انت راجل طيب وكريم، اكرمت اهلي، لكن انا ده يخليكي تزعلي؟ انت عمرك ما هتعرف الفلوس بتذل الناس قد ايه. عارفك منظر ابويا وامي وهم بيزحفوا على ايديهم ورجليهم زي الصراصير. هما
امال انا بحبك ليه؟ علشان رقتك دي واحساسك المرهف. من هنا ورايح اي هموم تبعدك عني قوليلي، قوليلي عليها وانا انسفها امسحها من على وش الدنيا. هي حاجات بسيطه بس بتعلم في قلب الواحد بعد عنك. بس كمان الواحد لازم يتعلم ازاي ينسى. انا كمان في حاجات حصلت لي كتير ومضايقاني لحد دلوقتي. حد ضربك على قفاك؟ ايه؟ حد دف في وشك؟ حمرت لحم الناس بتشتغل عندهم وبقت عينك هتبص عليها وخايف تدوق فتفوته لا يقولوا عليك طفل وابن حرام؟ انت حصل لك كل ده يا حبيبتي؟ اضطريت تفرط في عرضك عشان لقمة العيش. بلعون ابو الفقر لابو اللي بدعه. احنا ولاد النهارده واللي فات مات. يا ريت يا عشر، يا ريت اقدر ارسم خط بالتباشير واقول كل اللي قبل ده مفيش ملوش وجود. كل العذاب ده مستحملاها بهية. انت انسانة عظيمة. انا بنت غلبانة لا طايلة السما والارض. حطولي السما هنطولها مع بعض. يلا بقى قولي بلاش العريس يجي الفستان قبل يوم الفرح. ليه؟ ده انا هتجنن عايزاه يتفرج عليه. اصلهم بيقولوا انه فال وحش. يا عروبة انت وهي، انت بتصدقوا في الحاجات دي؟ ما تزعليش مني يا إقبال يا حبيبتي. لا أبدا، كتر خيرك إنك بلغتيني. ده عرفان جوزي مش قادر يوريكي وشه. ليه وهو ذنبه ايه؟ ابني هو اللي غلطان ليربط نفسه بواحدة من بيئة منحطة بالشكل ده. بس انا هتصرف. طيب اشوفك بالليل في عيد ميلاد شوقي. ان شاء الله. انت لو عندك دم ما تقعديش في البيت ده دقيقه واحده. بعد كده دمرتي مستقبل ابني وجنيتي عليه. الخارجيه رفضت تعيينه لما عرفت انه ناوي يتجوز واحده شرشوحه زيي. سحبوا مني الوظيفه ليه؟ من تحت راسي انا بسببي؟ هو انت وراكي الا المصايب؟ انا اضحي عشان اشرف بعناية اللي بشوف بيهم. لو كان قلبك عليك صحيح تقلعي الفستان ده حالا وترجعي مطرح ما جيتي. عرفت ليه بيعملوا فستان الفرح لونه ابيض؟ عشان يا ماما كانوا مستنيين بهية، عارفين انها هتبقى زي الملاك. بس بقى فوق بقى بلاش خيبه. ماما عشنا وشفنا على اخر الزمن واحد من عيله بركات ترفض الخارجيه بعد ما تعمل عنه تحريات. انت هتبقى في ايدك اسرار الدوله والدوله دي مش لعبه، ومن حقها تطلب من الدبلوماسي ان الست بتاعته تبقى بنت اصول. يلا سعيد عشان تروح الحفل، عرفان بيه هيكون هناك.
أنا مستعدة أتنازل عن حياتي ولا إني أفرط فيك. وأنا يا أشرف لو بعدت عنك أنت ما يبقى ليش وجود. هي أنا مش عايزك تزعلي من ماما. أزعل منها إزاي؟ أنا حقيقي كده زي ما هي بتقول، لكن أنت علمتني أنسى أنا بنت مين. أنا كويسة يا أشرف ولو إنك برضو بتنكسف مني، لكن أنا فيا قوة. ساعة ما بتطلع مفيش حاجة بتقف قدامها. أنا رايحة معاك عيد الميلاد. مش عايز أروح، مش عايز أبص في وش حد. لا أنت هتروح وهتاخدني معاك. بس اللي كانت على يمنا، انما الليله دي انت رقصيني تمام. خدي بقى بالليرين العصير كده توتي فروتي وعليه نقطتين ليكير وبالامريكان اسمه بانش. الله ده طعمه حلو قوي. حضرتك مش هتشرب؟ لا ده علشان اللي قدك بس، انما اللي قدي يشرب منكر هناك. وسارة تعالى هنا، الصغيرين في البانش. أسامة تعال عند البانش. يلا يا أنك خد نفس جامد. اسمحيلي اقدم لك بهية عروستي. الف مبروك يا حلوة. الله يبارك فيك. سميحة هاني مرات عرفان بيه الوزير المفوض في الخارجية. اهلا وسهلا يا فندم. بهية دي بتاعتنا احنا بس. عن اذن سيادة الفندم. يلا شوفي الاطفال بيحبوها ازاي. انا كنت عارفة انك ما تختارش الا انسانة مشرفة، بس عرفان عليه ضغوط، لكن تأكد انك هتسمع خبر كويس قريب. الو على بطنها تنور، على رجلها تنور، على كتفها تنور، على فخدها تنور. طريق وسكه للي ماشي. والله العظيم وكتابيه الكريم ان التذكره في معرض مش الدولي كانت باتنين ليره، انما عشان خاطر الليله المفترجه قلنا 20 ساعه. قالك كتير؟ قالك كم؟ قالك بتسعة مليون. خلي الفقير يتفرج والطريق والسكه للي ماشي. كهرباء انا كهربائي، كهرباء
افدي ايه او ثانية اولع اطفي اطفي اولع دانا 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 كهربا كهربا انا كهربا سامك حط في البنش براندي افدي ايه او ثانية وجني كمان اولع اطفي اطفي اولع دانا دانا كهربا ده مفهوش كلام يحصل في مجتمع راقي شكلك زي الوجز العراقي هتخشيلي قافيه امك اسمها الكونتيسه الحافيه يا خاله وشك بشعبه البيه مدير الحديد والصله فوزتك تبقي بلاص لما يجوا يحموك يكتفوك يتنكوا على بطنك تسقف القاتله اللي في وشك بتمشي على بطنها تنور على رجلها تنور على فختها تنور على كتفها تنور طريق وسكة للي ماشي والله العظيم فضحتيني فضحتيني خليت وشي في الارض كان عندي حق لما ما كنتش عايز اجيبك معايا رايحة فين؟ أشوف وشك بخير زعلانة من اللي قلتهولك امبارح عندك حق أنا فقدت أعصابي يا أشرف أنا مش خارجة عشان كده أنا حاولت كتير أشرفك قدام الناس لكن ما قدرتش وديك شفت اللي حصل اللي حصل ده باين اللي في قلبي واللي في قلبك كان نظيف طيب ما فيهوش عيب منين ولا لا تربيه ولا علام ولا اصل هتتعلمي وتبقي احسن واحده لا يا اشرف انا من ساعه ما حطيت رجلي هنا وانا بعافر عشان افلح لكن ما فيش فايده ما فيش فايده ازاي ده انا كل لحظه عشتيها معايا حبيتك فيها اكتر بس انا كل لحظه عشتها معاك حسيت اني بضرك فيها اكتر كفايه سحبوا منك الوظيفه اللي كان نفسك فيها انا مش محتاج الوظيفه مش محتاج لاهلي مش محتاج لفلوسي انا محتاج لك انت بس فوتك بعرف انت لو سبتيني تبقي بتقتليني بعد الشر عليك انا اتقتل الف مره ولاني شعره منك تتمس هي قالت لك ايه بالظبط؟ ما قلت لك يا شوقي هي عايزاك وخلاص يا سلام صحيح العشره ما تهونش الا على ابن الحرام يا ترى عايزين ايه؟ قلبها حام طول عمرها قلبها حنين وانت كمان طول عمرك اخت جدعه وريني الجواب كده
ويا الحبيب وعدل يوم اصيله بهية. صدق اللي سماك برنسيسه بصحيح. اهو الجواب ده كيفنا اكتر من الحدود. بلعون ابو الحبوب على عادي استعطى الحبوب. ايوه اهلا، ازيك يا نوسه؟ تعالي اتفضلي، هبعتلك صفوة. لازم انا يعني؟ طيب انت فين دلوقتي؟ حالا هكون عندك. اهلا نوسة، اركبي. بهية هتفرح قوي لما تشوفك. اركبي. بهية هنا. هنا؟ هنا فين؟ في لوكانتا. بتعمل ايه؟ بتقابل شوقي. شوقي؟ مين شوقي؟ شوقي الكورديون. اه افتكرته. ليه؟ مواعدين بعض بسلامتهم في اللوكاندا. قصدك ايه؟ يا سعادة البيه انت صعبان عليا. شرفك يا سعادة البيه. بهية دي اللي انت انيها في خيرك عاشق شوقي. استغفر الله العظيم يا رب. خوري من وشي كده اهو. طب انا هشرشحها وهفرج عليهم الدنيا. مش مكفيها راجل جايه تخطف الراجل بتاعي؟ استني عندك. انت متأكدة من اللي بتقوليه؟ كلها دقيقتين واللي ما يشتري يتفرج. انا عارفة ان الرجالة حصلتهم ضيقة. خايف من اللي هيحصل؟ روح انت وسيبني انا عليهم علشان اظبطهم وهم متلبسين. استني استني انت. نعم روح امك. ما بتحبكش يا بارد. بتحبني انا وانا بحبها. انا اللي من وقماها. كانت هتعمل بيك ايه يا رقة يا ابن الزواد. وانت يا بهية ما بتتكلميش ليه؟ انت مالكش كلام معاها. كلمني انا. انا معرفكش. بقى بهية النظيفة المحترمة اللي كنت شايفها قدام عينيا طول المدة دي تطلع كدبة كبيرة بالشكل ده. خسارة. اديك عرفت الحقيقة. وريني بقى عرضة يا فهد. ومن هنا ورايح مفيش كلام بيننا وبينك. والتاني مرة تهوب ناحيتها مفيش غير دي. فعلا انتوا الاتنين لاقين لبعض. انا مرضتش انقلك يا قبال كل اللي اتقال عنها. تصوري انها اتحبست في بوليس الاداب وامها نشاله وابوها بلطجي. اعوذ بالله. ده انا ما كنتش بقدر اوري وش لحد من كتر فضحتنا ما كانت على كل لسان. ده انا جه عليا وقت ما كنتش بنام ولا دقيقه. انما الحمد لله ان الولد فاق قبل الجواز ما يتم. الحمد لله. اهو ده اشرف ابني اللي انا اعرفه. الصحيح كانت بتقولك يا خالتي. خالتي.
يا اشرف انا مش مصدق ان بهية خانتها. انا مش عايز اسمع الموضوع ده تاني، مفهوم؟ خبيها معاك. اسكتوا اسكتوا، دي البنت في الحلاوه خالص. امال ايه، الفنان لازم يكلم دماغه. سلامة برنسيسة، الواحد ردت فيه الروح من يوم ما جيت. نورك مش أعشع في كل اسكندرية، بس أنا بقى قلبي اللي واخد نصيب الأسد. صدق اللي قال، الحب زي الماء والهواء. والنبي صدق، بس تعالى ما أقولك المثل بيقول إن كان حبيبك عسل ما تلحسوش كل. عارف أنا هعمل شهر العسل فين؟ فين؟ في أبو قير. إن شاء الله تعمله في كرموز. وانت يهمك، بس بقولك ايه، البرنسيسة بعافية شوية، بلاش دلوقتي تتقل عليها. وجب عظمة. يا بهي البويا خلصت كلها. شيكا بيكا وكله تيكا ومقالب انتيكا، ولا تزعل ولا تحزن، اضحك وبرد ويا ويكا. عشيكا بيكا شيكا بيكا وكله تيكا ومقالب انتيكا، ولا تزعل ولا تحزن، اضحك وبرد ويا ويكا. عشيكا بيكا بضحك من قلبي يا جماعة، مع اني راح مني ولاعة. انا بضحك من قلبي يا جماعة، مع اني راح مني ولاعة. وبطاقتي في جاكيتة سرقوها، وغلاسة كمان لها الشماعة. بقيت ارجف مسقعة لكن بضحك، والضحك ده مزيكا، كهربا على ميكانيكا، اضحك عالشيكا بيكا. عالشيكا بيكا شيكا بيكا وكله تيكا ومقالب، ولا تزعل ولا تحزن، اضحك برضه يا ويكا. عالشيكا بيكا انا راح مني كمان حاجة كبيرة، اكبر من اني اجيب لها سيرة. انا راح مني كمان حاجة كبيرة، اكبر من اني اجيب لها سيرة. قلبي بيزغزغ روحه بروحه، علشان ينصح منه التكشيرة.
ادعوا له ينسى بقى ويضحك. الضحك ده مزيكا تحفر ربع قلب بكنيكا اضحك عالشيكابيكا عالشيكابيكا شيكابيكا وبولوتيكا والمقالي ولا تزعل ولا تحزن من حرب ويويكا عالشيكابيكا قولي شيكابيكا ايه هي يا الحركات اللي مش هي هتقولي شيكابيكا ايه هي هي الحركات اللي مش هي الفرقة والحرقة والغرقة والزنبة في البومة السرية صد المنطق ايه ولا لا نضحك ده الضحك ده مزيكا كحر ربع على ميكانيكا اضحك عالشيكابيكا عالشيكابيكا شيكابيكا وبولوبيكا والمقالب ولا تزعل ولا تحزن اضحك برضو يا ويكا عالشيكابيكا 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 فايت يا بركوردر خد يا ابن ال مش نفسك بالكلام صحيح يا أشرف الكلام ملوش فايدة ما بيغيرش حاجة هنغير حاجة ونبعد من هنا ونعيش أسعد ناس عارف يا أشرف حياتنا كانت هتبقى جميلة لو كان الدنيا ماهي
الشمس.